اسالك سيد سفير فيما تبقى من الوقت عن احنا كنا نتحدث عما يصعب على الدبلوماسيه انجازه حتى الان، خلينا نتكلم بقى على ما استحال على الدبلوماسيه الدوليه انجازه، وهو الوضع في ليبيا واستمرار تركيا لرفض اي اقتراح سياسي محترم للحوار او لانها تكف يديها عن ليبيا. في رأي سيادتك انه اصرار مصر على انها لن تسمح لوقوع ليبيا فريسة في ايدي الجماعات الارهابية والميليشيات التركية اللي موجودة لحكومة الوفاق ولا الشقاق بيسموها، في رأي سيادتك الى اين تأخذنا الاحداث في الساعات مش الايام القليلة القادمة في ليبيا؟ والله شوف يا فندم، احنا نتعامل مع دولة ذات اطماع توسعية ومع رئيس دولة بيتصور ان هو ممكن تقود مغامراته الى حتى ما يتجاوز دول جوار يعني زي سوريا والعراق. للأسف هذه المغامرات المجتمع الدولي بيسكت عليها، بيرسل رسائل خاطئة إلى أنقرة. كان يجب أنه المجتمع الدولي يكون موقفه أقوى، منظمة الأمم المتحدة ضعيفة في مواجهة مثل هذا التهور. أيضا حلف الأطلنطي اللي تركيا عضو فيه للأسف واخد موقف الخنوع، وليست هناك ضغوط كافية حتى وإن كنا نتابع اهتمام الاتحاد الأوروبي بالضغط أكثر فأكثر على تركيا في الوقت الحالي، وخاصة إنها دخل في نزاع مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بما يرتب التزامات على سيناء وبتتم محاصرتها عشان نلاقي جحافل. بقى احنا بنتكلم هنا على عشرات الالاف جايلنا من الغرب مدججين بأسلحة مش خفيفة، أسلحة ثقيلة. هذا الأمر يمس الأمن القومي المصري، ولا يمكن مصر تقف متفرجة، ولكن كان يتعين، وهذا الموقف الصحيح اللي اتخذه السيد الرئيس بتوجيه تحذير للمجتمع الدولي انه هناك خط احمر يجب الا تتجاوزه هذه الاطراف، سواء حكومة الوفاق بدعم تركيا او الميليشيات او المرتزقة المنظمات الارهابية، والا فان مصر سوف تقوم بما يملي عليها أمنها القومي والأمن القومي العربي في هذه الدولة الشقيقة. طب سيد السفير علي الحفني، تفسير حضرتك لترحيب الرئاسة الأمريكية بتصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت الماضي بالحديث عن الخط الأحمر وسيرة الجفرة وأي تدخل مصري في ليبيا عسكري باتت تتوفر له الشرعية الدولية، وفي نفس الوقت الخارجية الأمريكية لا تصريح بتقول فيه إنها بترفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، وإنه يعني التدخل العسكري الأجنبي ده هو دلوقتي بقى التصريح ده موجه لمين؟ لمصر. طب واللي عمالة تعمله تركيا ده مش تدخل عسكري أجنبي؟ شوف يا فندم، احنا لينا علاقات قوية بالولايات المتحدة والإدارة الأمريكية والبيت الأبيض، وهناك اتصالات على أعلى مستوى، وهناك تشاور مستمر بين الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية الأمريكية، وواضح أنه مصر بإعلانها مبادرة القاهرة للاتفاق بين الأطراف الليبية كانت بتسعى للدفع في اتجاه عودة هذه الأطراف المتنحرة داخل ليبيا إلى مائدة المفاوضات. ولما جينا حضرنا قلنا أننا مش هنسمح بأنه الوضع يزداد تصعيدا وينفجر داخل ليبيا مع استمرار التصعيد من قبل حكومة الوفاق ومن يدعمها وجلب الآلاف بعد الآلاف
من المرتزقة إلى الداخل الليبي، وانتقال ظاهرة الميليشيات والإرهاب وتعمقها في هذه الدولة وفي المنطقة كلها ومنها إلى الداخل الأفريقي، وأفريقيا تعاني من ظاهرة الإرهاب. فكان واضح أنه مصر وإن كانت حذرت بالخط الأحمر بين سرت والجفرة، إلا أنه هي أيضا بتسعى لتوجيه رسائل وللضغط على الأطراف الإقليمية اللي ليها مصالح في ليبيا والأطراف الدولية، بحيث أنها تضغط في اتجاه دفع الأطراف للعودة إلى المسار التفاوضي والمسار السلمي ومائدة المفاوضات، بحيث أنه يتم حسم هذا النزاع بالشكل اللي يقر المجتمع الدولي واللي تنتظره المنظمات الإقليمية ومنظمة الأمم المتحدة. إلا أنه للأسف في تقاعس في الضغط على تركيا وتصعيدها للموقف في هذه الدولة، وهناك رسائل خاطئة يتم توجيهها إلى تركيا، وهذا لا يشجع على عودة ليبيا إلى حالة الاستقرار والسلم والأمن مرة أخرى. طيب